هذا سوداني مقيم في المملكة يقول: ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك؟ إذا كان لا يعذر بالجهل بكونه بين المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع المحاضرات والدروس والخطب، فهذا ليس جاهلا، ولا يجوز له الاستمرار على الشرك والعياذ بالله، لأنه قامت عليه الحجة. أما إذا كان في مكان منقطع ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء عن الإسلام، فهذا يعذر بالجهل حتى يوجد من يعلمه ويرشده. نعم.